مشاهدينا أرحب بضيفي محلل أو المحلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي سيركس تشوبريان الذي ينضم معنا عبر سكايب من عمان. مرحبا بك سيدي الكريم. هل سيبقى النفط على مكاسبه مستفيدا من مخاوف الإعصار إيدا؟ الآن الكثيرون اعتقدوا بأن إعصار إيدا سوف يتسبب بارتفاعات متواصلة لأسعار النفط، وبالفعل الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار النفط الأمريكي الخفيف بحوالي 10%، فيما ارتفعت عقود برنت بأكثر من 11%. لكن عندما ننظر إلى التاريخ، تعتبر الأعاصير على الولايات المتحدة الأمريكية عندما تضرب مدن وولايات في أمريكا تتسبب أيضا بانخفاض في طلب المستقات النفطية. هناك توقعات بأن يعود الإنتاج النفطي من الشركات التي توقفت على خليج المكسيك بوتيرة أسرع من عودة إنتاجية مصافي التكرير، حيث أن مصافي التكرير توقفت إنتاجيتها والتي تشكل حوالي 12 إلى 13% من إنتاجية الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر أيضا يرافقه انقطاع بالطرقات وكذلك انقطاع بالكهرباء في عدة مدن، وهذا بحد ذاته يعتبر ضاغط على الطلب. لو عدنا بالتاريخ إلى إعصار كاترينا عام 2005، عندما ضرب إعصار كاترينا الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا حصل في أسعار النفط؟ بداية ارتفعت أسعار النفط من مستويات حول 65 دولار لتصل إلى 70 دولار، أتحدث هنا عن النفط الأمريكي الخفيف، لكن بعد ذلك عاودت انخفاضها إلى أشهر لتصل إلى 56 دولار. ماذا يعني ذلك؟ تأثير الأعاصير على الولايات المتحدة وعلى أسعار النفط على المدى القصير يعتبر إيجابي، لأن ذلك سوف يشمل تخفيضات في الإنتاج من الشركات التي قد تتضرر إنتاجيتها للنفط واستخراج النفط، لكن على المدى الأبعد قليلا يكون الضرر الاقتصادي كبير جدا ويتسبب في ضغوط على الطلب على النفط، وبالتالي قد يتضرر طلب النفط والمشتقات النفطية أيضا على مدى عدة أشهر، وبالتالي ربما سنشهد بالفعل احتمالية بعض الارتفاعات في أسعار النفط، لكن هذه الارتفاعات فقط على المدى القصير إلا إذا طبعا حصل أي مستجدات أخرى. أحب أن أذكر هنا أيضا موضوع آخر مؤثر على أسعار النفط، وهو مستجدات فيروس كورونا وتحديدا سلالة كورونا المتحورة. فدول مثل الصين والهند واليابان والتي تمثل ثاني أكبر وثالث ورابع أكبر مستهلكين للنفط في العالم انخفض الطلب النفطي فيها، وهذا تسبب أيضا بخفض الطلب العالمي على النفط. وقالت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا بأن الطلب على النفط توقف عن النمو الشهر الماضي، وبالتالي كل هذه الظروف تشير إلى أن الضغوط الهابطة على أسعار النفط قد تكون قائمة على المدى المتوسط والطويل، حتى لو كان انخفاض تدريجي، لكن مرة أخرى على المدى القصير ربما ستشهد الأسواق بعض محاولات الارتفاع استكمالا للموجة الصاعدة التي حصلت الأسبوع الماضي والتي أشرنا لها، شملت 10% ارتفاع عقود نفط أمريكي خفيف، 11% أو أكثر لعقود نفط برنت. إذن ماذا تتوقع بعد كل هذا الحديث وهذه التفاصيل وقراءتك لما بعد هذا الإعصار وما تسبب به من مشاكل بأسعار النفط؟ الآن أتوقع لأسعار النفط كما أشرت لحضراتكم من قليل أنه في عنا على المدى المتوسط والطويل أن نشهد بعض الضغط الهابط على الأسعار، لكن هنالك ملاحظة مهمة. باعتقادي المشكلة ستكون في أسعار المشتقات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، فأسعار المشتقات النفطية قد ترتفع، يعني إذا تكلمنا عن الجازولين ممكن نشوف ارتفاع بين 2 و 5 سنت تقريبا بارتفاعات في أسعارها، وهذا لسبب عودة الإنتاج النفطي في وقت مبكر أكثر من عودة إنتاج المصافي الكامل. طيب، الإعصار دمر معظم الآبار البحرية في المنطقة وحوالي نصف إنتاجها من البنزين وأغلق موانئ أيضا تصدير للطاقة، يعني كيف يمثل ذلك أو تلك الضربة لموردي الطاقة في ساحل خليج المكسيك؟
الآن جاءت هذه الضربة مترافقة بالأصل مع انخفاض في الطلب العالمي. يعني لو عدنا بالذاكرة لقبل شهرين أو ثلاثة أشهر فربما سيكون تأثير الإعصار مختلف كليا عن ما هو يحصل حاليا. حتى أن الارتفاعات في أسعار النفط وأسعار الجازولين والبنزين كانت نوعا ما محدودة إذا ما قورنت فيما كان ممكن أن تكون عليه بعد هذا الدمار الكبير الذي حصل، لكن بسبب الانخفاض في الطلب العالمي هذا كله خفف من تأثير نقص الإنتاج والتوريدات أيضا. لكن لا أقول بأن التأثير معدوم، هنالك تأثيرات كما نلحظها في الأسواق المالية من تذبذب الأسعار بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، لكن هنالك أيضا موضوع آخر بالتأكيد يجب أن نلتفت له وهو اجتماعات منظمة أوبك بلس يوم غد والتي سيتم فيها مناقشة رفع الإنتاج. هذا كله قد يصب في صالح ما أشرنا له سابقا من خلال احتمالية ارتفاعات مؤقتة بأسعار النفط وأيضا المشتقات النفطية، ثم سيعاود سعر النفط التأثر من جديد بانخفاض الطلب العالمي على الخام إلا إذا حصلت مستجدات أخرى تعكس هذه التوقعات. طيب برأيك كم هي المدة المتوقعة للتعافي من تداعيات الإعصار أيضا؟ الآن أغلب الخبراء يتحدثون عن ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع حتى يتعافى إنتاج النفط، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد تقييمات دقيقة من ناحية مصافي التكرير وخطوط الإنتاج والنقل. فهنا خطوط الإنتاج والنقل كم تضررت من الفيضانات وكذلك من الرياح العاتية وغيرها من الأمور، هذا سوف يحدده التقييم المبدئي للشركات مثل أكسون موبيل وشيل وغيرها من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. فحتى هذه اللحظة لم تصلني أي تحديثات عن موعد دقيق بخصوص عودة الإنتاج لتكرير النفط. أما بالنسبة مرة أخرى للإنتاجية فمن المحتمل أن تعود في فترة أقصاها 4 أسابيع. إذن يعني ربما هذه المدة جيدة للتعافي في ظل هذه الضربة القوية. محللون يقولون إن أسعار الخام تراجعت ترقبا لتعافي سريع على الأرجح لإنتاج النفط، هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالتأكيد هذا ما تم الإشارة له عدة مرات، يعني حكينا ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع للإنتاج. بالفعل فالإنتاج من المتوقع أن يعود 1.72 مليون برميل يوميا، من المتوقع أن تعود حتى لو بشكل تدريجي على مدى الأيام المقبلة، وهذا أيضا ما تعلمناه وما شاهدناه خلال عام 2005 بالرجوع للتاريخ إلى كيفية التعامل مع مخلفات إعصار كاترينا في ذلك الوقت. طيب بحسب رويترز فإن أوبك بلس ستبقي سياسة زيادة الإنتاج إنتاج النفط دون تغيير، وهذا يتنافى مع ما صرح به وزير النفط الكويتي بأن المجموعة قد تعيد النظر أيضا في زيادة الإنتاج المتفق عليها. بالفعل وزير النفط الكويتي أشار إلى أن هنالك ربما سيكون نقاش لإعادة النظر، لكن في الحقيقة يبدو بأن منظمة أوبك أو بحسب ما ورد من بعض الأنباء بأن أوبك تتوجه إلى رفع الإنتاج بواقع 400,000 برميل. حاليا منظمة أوبك تنظر إلى الطلب المتوقع عالميا ما بعد جائحة كورونا، يعني عندما بدأ متحور كورونا في الانتشار في الهند أخذت أوبك على عاتقها أن ترفع الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يوميا، وهذا الرفع كان يعتبر في الأصل قليل. يعني لولا انتشار متحورات كورونا لقلت الآن بشكل متأكد وقاطع بأن رفع الإنتاج بواقع 400,000 برميل بكل شهر هذا لن يكفي لتغطية تعافي الطلب. لكن بعد تحديثات الجديدة بالنسبة للطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من وكالة الطاقة الدولية وغيرها أيضا، أرى بأن 400,000 برميل ربما ستكون فائضة قليلا على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد ربما تكون معادلة لعودة الطلب العالمي للاستقرار. هناك ملاحظة بخصوص انخفاض الإنتاج من الصين واليابان وكذلك من الهند والدول الآسيوية، هذا الانخفاض رافق إغلاق جزئية غير شاملة زمنيا ومكانيا،
يعني لو عدنا 2020 نذكر بأن الدول مثل الصين وغيرها قامت بإغلاقات كبيرة جدا على مستوى مناطق شاسعة، وملايين من الناس لفترات مطولة من الزمن وصلت لأسابيع أو أشهر. لكن هذه المرة على ما يبدو بأن متحور كورونا لم يتسبب جو الحكومات لإغلاقات شاملة وضخمة، وهذا ما قد يبقي أيضا على الانخفاض في الطلب من ثاني وثالث ورابع أكبر مستهلكين للنفط في العالم، الانخفاض في استهلاك نوعا ما محدود، وبعد ذلك قد يعود الطلب للاستقرار، وهذا بالتأكيد تراه دول منظمة أوبك وكذلك وزراء في المنظمة سوف يرون هذه النقطة تحديدا، ويريدون أن يعادلوا الطلب المتوقع وكذلك المعروض في الأسواق، وبالتالي 400 ألف برميل هي خيار، أعتقد أنه خيار مناسب أن تتوجه أوبك بلس في إعلانه بعد الاجتماعات يوم غد الأربعاء. طيب هل الانتاج الحالي يعني سيصير للنفط كاف للانتعاش العالمي، أو أن الانتاج الحالي يهدد انتعاش الاقتصاد بالأساس؟ مرة أخرى مجبر أن أعود للمقارنة ما قبل متحور دلتا وما بعد متحور دلتا. لو عدنا ما قبل متحور دلتا، لا بالفعل الانتاج الحالي لن يكون كافي بأي حال من الأحوال، وهذا ما قد سيدفع أسعار النفط لمستويات مرتفعة جدا. وسمعنا تقديرات سابقة من بعض البنوك وبعض الجهات، حتى من عندنا في شركة إكويتي توقعنا أيضا وصول أسعار النفط إلى 80 وربما خلال العام المقبل إلى 100 دولار للبرميل، وكان حينها الانتاج لن يكون كافيا لضمان استمرارية التعافي الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط الكبير يضر في القدرة الاستهلاكية والعادات الاستهلاكية للمستهلكين. لكن حاليا مع توقف نمو الطلب على النفط الشهر الماضي، ومع أيضا توقعات وكالة الطاقة الدولية التي خفضت توقعات نمو الطلب خلال النصف الثاني من هذه السنة، فهنا أشير بأن الذي تقوم فيه أوبك خلال الأشهر حتى لو كان تدريجي فقد يكون أيضا مناسب لضمان استمرارية المواكبة ما بين نمو الطلب ونمو المعروض في الأسواق، فهو برأيي الآن كافي بعد توقف النمو السريع الذي شهدناه خلال الربع الثاني تحديدا من هذه السنة. السوق فيه بعض المخاوف، هل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة هدأت هذه المخاوف أو حسنت الشهية من أجل المخاطرة؟ لا شك في ذلك كما تفضلت حضرتك، وأشرت بأن ما قاله جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان مغير كبير في توقعات السياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكما نعلم بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو البنك التابع للدولة الأكبر من ناحية الاقتصاد في العالم، عندما أشار إلى أن الفائدة سوف تبقى منخفضة يعني ما بين مستويات صفر وربع نقطة مئوية في المئة، كل هذا يعني بأن الفائدة ربما ستبقى على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2022 عند أدنى مستوياتها تاريخيا. لكن كان النقاش تحديدا على برنامج يسمى برنامج شراء الأصول، وهو برنامج قيمته 120 مليار دولار شهريا. ماذا يعني هذا البرنامج؟ يعني بأن الفيدرالي الأمريكي يقوم بضخ سيولة إلى الاقتصاد مقدارها 120 مليار دولار على الأقل طبعا شهريا. لكن بعدما صرح أو بعدما ظهرت البيانات الاقتصادية مؤخرا بإيجابية قوية، وأذكر هنا بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت عدد الوظائف بأكثر من 900 ألف وظيفة على مدى شهرين متتاليين، بدأ المتداولون والمحللون أيضا يعتقدون بأن الفيدرالي الأمريكي ربما سوف يبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول، يعني تقليص تحفيزه للاقتصاد الأمريكي شهر أكتوبر المقبل. لكن صرح الفيدرالي الأمريكي وأشار إلى أنه قد يبدأ بتقليص هذا البرنامج هذه السنة، لكنه أيضا أبدأ حاجة إلى عدم الاستعجال. يعني الفيدرالي الأمريكي ذكر بالحرف بأنه يريد ضمان وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، وهذا ما جعل المتداولين والعديد من الجهات تشير إلى أن هناك بالفعل تقليص لبرنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار، لكن ربما سيكون في ديسمبر المقبل.
مما يتركنا أمام المزيد من التحفيزات الاقتصادية. ماذا تسبب ذلك؟ وجود تحفيزات اقتصادية كبيرة من الفدرالي الأمريكي وأيضا حتى في البنوك المركزية الأخرى، أذكر منها البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا المركزي، حتى بنك الشعب الصيني قام بضخ سيولة هي الأعلى من 7 أشهر الأسبوع الماضي. كل ذلك يفيد أسواق الأسهم وينعش الشهية للمخاطرة ويوجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم، وهذا ما شهدناه بالفعل، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بور يعني أكثر من 3% على مدى هذا الشهر. عندي مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا ارتفع أكثر من 4.6%، مستويات قياسية جديدة على هذه المؤشرات. مايكروسوفت، أمازون، كلها شركات تجذب أسهمها المستثمرين. هذا كله يدل بأن ما أشار له الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي حفز أكثر الثقة إن كانت في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في غيرها من الدول، لأن مقياس المتداولين ينظرون إلى الفدرالي الأمريكي خاصة في اجتماعات الجاكسون هول بأنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيحتفظ بسياسات الكوانتيتيف إيزينج أو التيسير النقدي إلى جانب أسعار فائدة صفرية. بنك إنجلترا المركزي لن يستعجل بإيقاف تحفيزاته. عندنا كمان بنك الصين الشعبي أو بنك الشعب الصيني عاد من جديد ليقوم بتحفيزات في القطاع المصرفي. بنك اليابان المركزي أيضا يحفز الاقتصاد. بنك سويسرا أيضا، البنك الوطني السويسري، كلها تحفز الاقتصاد. أسعار فائدة متدنية، مخاوف تضخم يرتفع في أوروبا. اليوم شفنا التضخم ارتفع إلى 3%، هذا يعني الحاجة لإيجاد استثمارات. هذه الاستثمارات لن تكون في ودائع بنكية، لن تكون في سندات بشكل كما اعتدنا في السابق، لأن الفوائد منخفضة نسبيا وفي أغلبها أقل من معدلات التضخم المتوقعة. بالتالي ارتفعت شهية الاستثمار في أسواق الأسهم، وهذا ما قد يستمر أيضا خلال الفترة المقبلة. طيب، دعنا الآن نتحدث عن الذهب. ما هي الأسباب برأيك التي تعزوها لارتفاع أسعار الذهب؟ الارتفاع في أسعار الذهب مرتبط أيضا بسياسات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، هذا أولا. فمنذ أن تغيرت توقعات أن يقوم الفدرالي بخفض برامج شراء الأصول شهر أكتوبر، بدأت أسعار الذهب بارتفاعها. لكن هنالك أيضا ملاحظة مهمة، وهي عوائد السندات الأمريكية أمد استحقاق 10 سنوات، نلاحظ أنها تنخفض منذ شهر 3 الماضي. يعني من شهر مارس الماضي ونحن نرى عوائد السندات أمد استحقاق 10 سنوات وهي تنخفض. واعتدنا أن نلاحظ هنالك معامل ارتباط عكسي ما بين الطلب على الذهب وعوائد السندات، ومع انخفاض عوائد السندات أصبحت غير مجدية لعديد من المتداولين إذا أخذنا بعين الاعتبار التضخم، لأن العوائد الحقيقية والمقاسة بالتضخم، يعني عوائد السندات مطروحة منها التضخم، تخرج قيمة سالبة، يعني انخفاض بالقدرة الشرائية للنقد، انخفاض في القوة النقدية الحقيقية. بالمقابل جيروم باول، سيد سيركيس، بالمقابل جيروم باول استبعد أي احتمالية لرفع سعر الفائدة في وقت قريب. صحيح، بالضبط، هذا كما تفضلت حضرتك، أنه ما في عندنا أي احتمالية لرفع الفائدة على المدى القريب، لأنه الفدرالي كان واضح يريد وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، يعني على الأقل حتى النصف الثاني من 2022. أسعار فائدة متدنية، سيولة كبيرة متوافرة في الأسواق، هذا يحفز الارتفاع في أسعار الذهب، وهذا ما شهدناه بالفعل. لكن هنالك موضوع مهم يجب أن أذكره، وهنا يجب أن أستشهد بالتحليل الفني. هنالك مستوى مقاومة متواجد عند 1830 حتى 1835. طالما هذا المستوى كان سبباً لعمليات جني أرباح، لذلك رغم أني ما زلت أرى بأن هنالك دفعة صاعدة في أسعار الذهب، لكن هذه الدفعة الصاعدة يجب أن يتم تأكيدها من خلال التداول لأسعار الذهب في الأسواق المالية العالمية فوق 1835 دولار للأونصة الواحدة. ودون حصول ذلك فربما ستدخل أسعار الذهب في نطاقات محدودة، خصوصا وإحنا عم ننتظر حاليا بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، وهي بيانات مؤثرة جدا في تحرك في العادة، مؤثرة جدا طبعا في الدولار الأمريكي وفي أسواق الأسهم وكذلك في شهية المخاطرة، وبالتالي ينعكس تأثيرها مباشرة على أسعار الذهب. طيب، نبقى عند تصريحات جيروم باول، عدم تحديد باول وقتا بعينه للبدء في تقليص شراء الأصول، هل أضر بمعنويات الدولار الأمريكي؟
الآن شهدنا الانخفاض بالدولار الأمريكي بالفعل، لأن الناس كانوا كما أشرت لحضرتك من قليل أنه كانوا الناس يقيسون أو يسعرون الدولار بأن يبدأ الفدرالي بالتأكيد بأن يقلص برنامج شراء الأصول شهر أكتوبر المقبل، لكن بعد تصريحات جيروم باول تجاه عدم تحديد موعد دقيق وتركها بقوله قد يكون مناسب هذه السنة، هذه الجملة تحديداً غيرت هذه التوقعات وأصبح المجال مفتوح ما بين أكتوبر وحتى ديسمبر، بل إن البعض يرون أيضا حتى بداية عام 2022 يعني حتى يناير 2022، هذا أضر بالدولار بشكل محدود. لكن الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية أتحدث هنا، تشمل اليورو، تشمل الجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرهم من العملات، يتحرك نوعا ما في نطاقات جانبية محدودة على المدى المتوسط، لكن على المدى القصير شهدنا الانخفاض في الدولار الأمريكي. اليوم أيضا واصل الدولار الأمريكي انخفاضه مرة أخرى، الدولار الأمريكي قد يتأثر وحتى توقعات الفدرالي قد تتأثر في بيانات يوم الجمعة المقبل. فجوابا لسؤال حضرتك، بالفعل ما أشار له أو طريقة أسلوب طرح جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لكيفية أو متى تقليص برنامج شراء الأصول كان سبباً لدفع الدولار الأمريكي ليشهد بعض الانخفاض. طيب، نتحدث عن شركات الطيران. ضرب استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر السفر غير الضروري للولايات المتحدة مع وصول موجة دلتا من فيروس كورونا الجديدة إلى مستويات عالية. هذه الأنباء ضربت أسهم شركات الطيران والسفر الأوروبية. ماذا عن أسهم شركات الطيران الأمريكية بتوقعك؟ الآن شركات الطيران كما نعلم هي أحد الشركات، أو إذا تكلمنا عن قطاع النقل بشكل عام، هو كان أحد القطاعات الأكثر تأثراً في انتشار فيروس كورونا، والآن مع قيام إجراءات جديدة من النصح بعدم السفر أو تقليص أو بعض التقييدات على السفر، لا شك بأنها ستؤثر على ربحية الشركات التي كانت متوقعة. كنا نتوقع قبل عدة أشهر فقط أن يكون النصف الثاني من عام 2021 هو النصف الذي سنشهد فيه تعافي تام في حركات النقل الجوي، لكن الآن مع هذا المتحور الذي بدأ يظهر بأنه شديد العدوى شديد الانتشار، قد تتضرر بالفعل الشركات الأمريكية. لكن هنالك نقطة أخرى يجب أن نتطرق لها، وهي توسعة وتسريع توزيع اللقاحات. هذا الأمر بحد ذاته قد يعطي المتداولين آمالا في المستقبل بأن نشهد تعافيا للقطاع، أو عدم على الأقل عدم تضرره بشكل كبير. فأتوقع بالفعل أن تشهد شركة، وبالفعل أيضا شهدت بعض الضغط خلال الأيام القليلة الماضية، حتى مع أنه شفنا أسهم الشركات في الولايات المتحدة في الكثير منها ترتفع، لكن في بعض القطاعات مثل النقل وأيضا شركات الطيران شهدنا تضرر الأسهم وسط هذه الأنباء. وأتوقع أيضا أن تبقى تحت ضغط هابط على المدى القصير قبل أن يثبت بأن قد عادت الحركات النقل الجوي إلى طبيعتها. إذن أشكرك جزيل الشكر، المحلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي السيد سيركيس تشوبريان، الذي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر سكايب من عمان. شكرا جزيلا لك.